لا ابني، معقول خلي ابوك يطلع يلم الزبالة؟ ايه نعم. ايه ابقى طمني شو بيصير معك. ايه ماشي اخي. اسمع، محمد عطى اسماء كل اللي كانوا بالقهوة كلياتهم للشرطة وشاحطينهم على المخفر، وقال عم يحققوا معهم ويسألوهم على اللي صار. بكرة رح يدفعوا تمن كل لحظة قضيتها بالنظارة بعيد عن بيتك وعيلتك. ايه خليني روح كب الزبالة وبعدين بيجي بكمل شغلي بالبيت. عمتي خديجة، حياتي خليكي، انتي تعبانة وانا رح اطلع كب الزبالة. ماشي يا ريت تضلي هيك. استنى استنى استنى، بدك تسكر الباب هيك بوشي؟ لك نسيان يا امير انه نحن صرنا قرايبين. شو بدك؟ والله كان عشمي فيك كبير يا سهرنا، بس يكون بيعلمك البخل طبع بشع كتير. سهر احكي دغري شو بدك وبلا لف ودوران. انت بتعرف مين اللي دفع المصاري وطالع عمي رضا من السجن؟ الاستاذ لافاند. حضرتك ما سخيت تمد ايدك على جيبتك وتدفع كم ليرة مشان عيلة مرتك؟ لافاند؟ الحقير دفع المصاري؟ مثل ما قلت لك. عجل اسمعني يا شوفي، وين ساكن الواطي لافاند؟ انت شو عم تخبص ولا؟ قلت لك لافاند وين ساكن؟ ولك شو هالوقاحة هاي؟ روح ولاقي لحالك. لك انا لازم لاقي لهذا الحقير التافه وين ساكن؟ ولك شبك انت ما عم تفهم؟ محمد يلا فوت لجوا. بابا بابا قلت لك فوت لجوا. الحمد لله على سلامتك، لا تواخذني عمي. كنت ماسك ابني من قميصه، قلي شو السبب؟ لا تشغل بالك. الشيء اللي بيناتكم بيضل بيناتكم انتو، وانا ما دخلني فيه بالمره. بس بدي اقول لك جوز كلام وبدي تسمعني منيح. انا بجوز اني ما ربيت بنتي منيح. انتو تزوجتوا بلا موافقتنا. قلت يلا ما بدي كبرها. خلص هلا البنت صارت عند زوجها وانتهينا. بس انت كمان ما قدرت تخلي مرتك ببيتك. ما راح اقول لك الا انك ترجع مرتك. قال عم يحاسبني هالقليل الشرف. يعني محمد بدك ما تواخذني، لك نحن ما اخذنا مصاري من سهرنا زوج بنتنا، بس اخذنا من الغريب، اكيد رح يحاسبنا. ولي سهر بلع لك. شو بابا شو قال لك؟ هذا الواطي زعجك او ضايقك؟ ليش عم تحكي هالحكي؟ هو شو له عندي لحتى يحاسبني اصلا؟ يا عمو اذا بتسمح لي احكي وما بتفهمني غلط، يعني اذا الزلمه حس انه انجرحت كرامته بيكون حقه. ممكن انت ما تتدخلي؟ هذا واحد مو قدراني يمشي كلمته عمرته. حمد اسكت وبلا هالحكي هلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.